أخي الكريم، أنت عندما تنام عن صلاة الفجر تعرف ما الذي يحصل؟ الملائكة صعدت وأرسلت الكشوف، كشوف الأسماء كلها، وفلان غير موجود، فلان ما صلى الفجر يا رب، أين فلان وهو أعلم به؟ قالوا تركناه وهو نائم، أو تركناه وهو يلهو، أو تركناه وهو غافل. كان في عهد محمد عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أبي بن سلول يصلي الفجر، رأس المنافقين يصلي الفجر، لكن كيف يصلي؟ كسلان، يتثاقل. لهذا أثقل صلاة على المنافقين ما هي؟ الفجر والعشاء، يصلونها لكن بثقل وبكسل. وانظر إلى من يصلي صلاة الفجر، بعضهم يصلي وهو نائم، أو يصلي وما درى الإمام ماذا قرأ. ما السبب أيها الإخوة؟ انظر إلى المسلمين بعد ساعة أو ساعتين، في الساعة السابعة صباحا تزدحم الشوارع وتضطرب الطرق ويصدر الإزعاج. ما الذي حدث؟ خرج الناس من البيوت إلى أين؟ إلى مكان عملهم. سبحان الله، ألم يكن في هذه البيوت أحياء قبل ساعة أو ساعتين؟ أليس في هذه البيوت مسلمون قبل ساعة أو ساعتين يأتون لصلاة الفجر؟ ما تدري كيف تجيب على هذا السؤال. للدنيا خرج الألوف المؤلفة، أما لصلاة الفجر ما خرج في المسجد إلا نصف صف. ما الذي جرى؟ تقول إحدى البنيات، تقول صعدت على سطح لي أنا وأختي، بنيات صغار، تقول في آخر الليل، وما كنا نصعد إلا آخر الليل حياء. انظر للحياء، بنيات صغيرات ما يصعدن إلى سطح المنزل للعب واللهو إلا آخر الليل، حيث لا يراهن أحد. ففي ليلة من الليالي صعدنا، فنزلنا إلى البيت فقلنا يا أماه. قالت الأم وما شأنكن؟ قالت يا أماه ما حدث لذلك العمود الذي كان في سطح جيراننا؟ كان هناك عمود خشبي الآن ما نراه. فضحكت الأم فقالت ليس ذاك بعمود، ليس ذاك بعمود. قلنا وما هو؟ قالت ذلك منصور بن المعتمر، كان يقوم الليل فمات. ما في نوم في الليل، لأنه كلما أراد النوم تذكر جهنم قام، وكلما نعست عينه تذكر الجنة، طار فرحا، حتى أن بعضهم يبكي على وسادته ما تشعر زوجته وهي تنام على نفس الوسادة. أتعرف أخي الكريم أنك لو صليت الفجر وخرجت من يومك وفي ظلام الليل ولا ترى إلا شخصك يمشي، ولا تسمع إلا قرعن عليك، ولا تنظر يمنة ويسرى إلا ظلك، ما في أحد يمشي غيرك، وأتيت إلى بيت الله لتصلي صلاة الفجر وقد غلبك النعاس، وقد هجرت الفراش، وقد طويت ذلك الفراش لتأتي لله جل وعلا لتركع ركعتين ثم ترجع إلى الفراش، أتعرف ما أجرك؟ يقول عليه الصلاة والسلام من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، بل أخبر أنه في ذمة الله. أخي الكريم اسمع لهذا الحديث العظيم الذي أسأل الله عز وجل أن يقذفه في قلبك فتقوم صلاة الفجر. يقول عليه الصلاة والسلام بشر، بشر، يعني تعال بشر أولئك. من هم يا رسول الله؟ قال بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. نعم، إن الفجر لظلام، وإن الناس في هدوء وسكون، وإن الناس في نوم وسبات عميق. يقوم هذا من نومه ويفتح باب بيته، تكاد تسمع صوتا عليه من آخر الشارع، لأنه لا يمشي غيره، فيمشي واقرع عليه حتى يأتي إلى بيت الله، فيدخل وقد مضى على الأذان 10 دقائق، وظن المسكين أن الصف الأول قد امتلأ وأنه لن يدرك إلا الصف الثاني أو الثالث، فيدخل فيستغرب ولا يرى إلا المؤذن، فيقول له أصليتم؟ فيقول لا، ولكن لم يأتي أحد. لا حول ولا قوة إلا بالله، اثبت يا عبد الله ولو كنت لوحدك، لا تقل أنام مثل الناس، لا تقل أنا غيري أنامه فقط لوحدي. اسمع، فإن يوم القيامة ظلمة شديدة، هذه الشمس التي تراها تكور، والنجوم تتناثر وتنكدر، ويوم القيامة ظلمة في ظلمة، وبعض الناس يحشر أعمى، نسأل الله العافية. في ذلك الظلام من الناس من يكون نوره كالجبال وكمد البصر، ومنهم من يكون نوره كأصبع في قدميه، نوره لا يكاد يضيء إلا أصبع قدميه، يضيء مرة وينطفئ مرة. ومنهم من يمشي في ظلام يوم القيامة في المحشر، ظلام ما يرى شيء، بل منهم في ذلك الظلام أعمى، نسأل الله العافية.
أختم بحديثي بمشكلة تصادف كثيرا من الناس. يقول يا شيخ والله أنام مبكر وأضع الساعة والساعتين وأعزم من قلبي وأرفع يدي لله، يا رب أعني لصلاة الفجر. يقول وأقول لأمي التي تقوم كل يوم لصلاة الفجر أطلق علي الباب. يقول ومع هذا أستيقظ وإذا الشمس قد طلعت، أنظر للساعة يقول ما سمعتها، أسأل أمي تقول طرقت الباب فلم تجب. يقول ما الحل، لما لا أقوم لصلاة الفجر؟ أقول لك اسمع وأنا أجيبك بهذه الإجابة، إذا بذلت جميع الأسباب ورفعت يديك إلى الله وتوكلت على الله ولم يوفقك لقيام صلاة الفجر، فاعلم أن هناك ذنبا وأن هناك معصية أنت أدرى بها وأنت أعلم بها. ما أدري هل هي نظر للنساء أم غيبة ونميمة أم بعض الأفلام والمسلسلات أم اطلاع على العورات أم حب للأغاني والفجور، ما أدري يا عبد الله، هناك في قلبك معصية منعتك عن قيام صلاة الفجر. سأل نفسك يا عبد الله أي معصية منعتك لقيام صلاة الفجر، واعلم أن الأمر خطير وهو عمود الإسلام، وأن هذه الصلاة لو جئنا يوم القيامة فلم تصلح، لن تصلح صدقاتنا ولا صيامنا ولا حجنا ولا برنا ولا صلة أرحامنا ولا دعوتنا إلى الله، ولن تنفع أعمالنا جميعا. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، أول ما يحاسب يعني من المصلين، تعالوا أيها المصلون. أما غير المصلين مع من يحشر؟ مع فرعون، اذهب مع فرعون أنت الذي لا يصلي، مع أبي بن خلف، مع أبي جهل، اذهب معهم تحشر. أما المصلين يأتون فينظر الله في صلاتهم، إن صلحت صلح سائر العمل، صلح الصيام وصلح الحج وصلحت الصدقات وصلح الدعاء وصلح سائر العمل، وإن فسدت نسأل الله العافية، فسدت ما هي في وقتها ولا بأركانها ولا بخشوعها ولا بواجباتها ولا بسننها، كيف نقدم لله هذه الصلاة؟ وإن فسدت فسد سائر العمل. فالله الله أيها الأخوة في الصلاة، عمر يوم من الأيام ما صلى واحد، فقال أين فلان؟ شوف هذا يا أخوان السؤال، ما نسأل إذا غاب عن دوام أو عمل أو عن عشاء ما حضر، نسأل إذا ما صلى الفجر أين فلان. فرأى أمه في السوق فقال لها يا أم فلان أين سليمان، ما رأيناه في صلاة الفجر؟ فقالت قام الليل فغلبته عيناه. فقال عمر قال والله لا نصلي الفجر في جماعة أحب إلي من أن أقوم الليل كله، لا نصلي الفجر في جماعة أحب إلي من أن أقوم الليل كله. يا عمر ليتك تأتي إلى مجالسنا وترى لما لا نصلي الفجر إلا من رحم الله، لأجل تلفاز ومجالس لغو وغيبة ونميمة ومباح أو غيرها. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على القيام لصلاة الفجر. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.